الفيلم بيبتدي مع بنت اسمها نميلي، واللي بنلاحظ انها مهووسة باستخدام الموبايل، فتقريبا من اول ما بتصحى من النوم ما بتسيبوش تماما، وبتقضي اغلب وقتها عليه حتى وهي بتشتغل. وبالليل بتنام في الاتوبيس، واول ما بتصحى بتجري بسرعة عشان تنزل في المحطة بتاعتها، لكنها بتنسى موبايلها هناك، وبيلاقيه شخص مجهول وبياخده معاه. وفي اليوم اللي بعده بتتصل بيها صاحبتها جيما، وبيرد عليها واحد اسمه جون يونغ، وده الشخص اللي لقى الموبايل في الاتوبيس، واللي بيستخدم برنامج بيحول صوته لصوت واحدة ست عشان يرد على جيما، وبيقول لها انه لقى موبايل امبارح، وبيسألها اذا كان يسيبه في اسم الشرطة ولا لا. بتتفق مع جيما انها هترد عليه كمان شوية. وبنروح لبيت نميلي، اللي اول ما بتصحى بتدور على موبايلها وما بتلاقيهوش، ولما بتعرف اللي حصل بتتصل على جون يونغ اللي برضه بيستخدم صوت واحدة ست، وبتتفق مع انهم يتقابلوا في المطعم بتاع ابوها بعد ساعة. وبيقدر جون يونغ انه يوصل لحساب الانستجرام بتاعها، وبيبتدي يدون كل التفاصيل اللي بيعرفها عنها في ورقة، وبيحاول يخمن كلمة السر بتاعة الموبايل، لكنه بيفشل، وساعتها بيكسر الشاشة. وفي نفس الوقت بيوصل المحقق جي مان وو رجالته لجثة بنت متوفية من شهر في الغابة، وواضح عليها آثار التعذيب، لكن بدون أي بصمات أو علامة تدل على القاتل، وده بسبب المطر الشديد في الأسبوع اللي فات. وبيلاقوا فيه أنبوبة سماد مدفونة جنب الجثة، وبيفتكروا في الأول إن دي حاجة طبيعية، بس بعد شوية بيلاقوا نفس نوع أنبوبة السماد محطوطة جنب شجرة فراولة مكتوب عليها اسم جون يونغ، واللي يبقى ابن المحقق جي مان وو، وأبوه اللي زرع له الشجرة دي زمان، وفضل جون يونغ يهتم بيها طول حياته. وبيظهر في نتيجة الفحص الجنائي إن أنبوبة السماد اتدفنت في نفس اليوم اللي اتقتلت فيه الضحية، وده معناه إن جون يونغ هو القاتل. لكن المحقق جي مان وو بيقول لزميله جانج إن جون جبان جدا وشخصيته ضعيفة، وأكيد حد من زمايله عاوز يلبس له التهمة. ولأن جون سايب البيت من 7 سنين وأبوه ما يعرفش عنه حاجة، بيقرر جي مان وو إنه يبلغ عن اختطافه عشان يقدر يطلع من المحكمة أمر قضائي بالبحث عنه. وبتروح نميلي لأبوها بعد كده عشان تساعده في المطعم، وهناك بيتصل بيها جون يونغ بهويته المزيفة برضه، وبيقول لها إن الشاشة بتاعتها اتكسرت بالغلط، وإنه ساب الموبايل في ورشة الصيانة، والمفروض إنها تروح تستلمه بعد شوية. ولما بتروح نميلي الورشة بتقابل جون، اللي بيكون لابس ماسك وطاقية عشان ما تشوفهوش، وبيطلب منها إنها تملى استمارة طلب التصليح. فبتضطر نميلي ساعتها انها تكتب الباسورد بتاعها، ولما بياخد جون الموبايل منها بيركب فيه كاميرا بطريقه خفيه، وكمان بينقل كل البيانات بتاعتها على موبايله، وبيحط لها ابلكيشن معين عشان يفضل مراقبها طول الوقت من غير ما تحس بيه. وبعد كده بيصلح الشاشه وبيرجع لها الموبايل، وبمجرد ما بتخرج بالورشه بيظهر على موبايل جون كل تحركاتها بالصوت والصوره. وبالليل بيروح جون للمطعم بتاعها بصفته زبون عادي، وبيطلب نفس المشروب اللي هي بتحبه، وكمان بيلعب لعبتها المفضلة على الموبايل، وده طبعا بيلفت انتباهها جدا، فبتكون عاوزة تتعرف عليه في الأول، بس بعد ما بيوصل أبوها بتسيبه وبتمشي. ولما بيرجع المحقق جي مان وو البيت بيفتش في موبايل مراته، وبيعرف انها كانت على تواصل مع جون، فبياخد العنوان بتاعه. ولما بيرجع جون البيت بيستمر في مراقبة نميلي، وبيعرف عنها معلومات كتير جدا، زي عنوانها ومعاد المترو اللي بتاخده وعنوان شركتها واصدقائها المقربين وغيره. وبعد كده بيغير خلفية اللابتوب بتاعه من صورة ضحيته الأخيرة اللي لقوها مقتولة في الغابة لصورة نميلي هدفه الجديد، ومن هنا بنتأكد إن جون يونغ فعلا هو القاتل اللي الشرطة بتدور عليه. وبتقرر سوتشي مديرة نميلي في الشغل إنها تضاعف مرتبها، وده بسبب خبرتها في تسويق المنتجات اللي كسبت الشركة صفقة كبيرة جدا. وفي نفس الوقت بيستغل جون تواجدها في الشركة وبيدخل بيتها وبيفتش في كل متعلقاتها، وبيلاقي هناك موبايل تاني كانت بتستخدمه قبل كده. وبعد ما بيتأكد المحقق جي مان وو من عنوان ابنه جون بيروح على هناك، وبنلاحظ انه اثناء ما بيفتح الباب في شريطة صغيرة بتقع على الارض لكنه ما بياخدش باله منها. وبعدها بيبتدي يدور في اوضته بيلاقي عدد كبير من الموبايلات، وكمان صورة الضحية اللي اتقتلت في الغابة ونفس نوع المونوكير اللي لقوه في ايديها، وعدد كبير من الكروت وبطاقات الهوية بأسماء مهن مختلفة، وطبعا كل ده بيصوره بالفيديو عشان يتثبت كدليل. وفي الوقت ده بيوصل جون البيت وبيلاحظ ان الشريط الصغيرة مش موجودة في الباب، وساعتها بيعرف ان في حد جوه. ولما بيبص من الشباك بيلاقيه ابوه في البيت، فبيصوره كذا صورة وبيبعتهم له في رسالة، وساعتها بيعرف جي مان وو ان ابنه شايفه من بره، فبيخرج من البيت وبيبتدي يتتبع زوايا التصوير لحد ما بيوصل لموبايل متعلق فوق السطح. ولما بيرجع البيت تاني بيكتشف ان جون سرب المايه في الشقه كلها وبوظ كل الادله اللي كانت ممكن تدينه بالجرائم. وبعد شويه بيروح جون لمطعم ابو نميلي وبيعرفه انه زبون قديم في المكان، ولما بيقابل نميلي هناك بيفكرها بيه وبيطلب منها انها تقعد معاه عشان يتكلموا شويه. بيديلها الكارت بتاعه بمهنه مهندس الكتروني، وبعدها بيبلغوا ابوها انهم هيقفلوا بمطعم دلوقتي، فبيودعهم جون وبيمشي. واثناء ما نميلي راجع البيت مع ابوها بيحذرها انها ما تقابلش جون تاني لانه شخص مخادع، وبيحاول يقرب منها بطريقه غامضه لسبب هو ما يعرفوش، لكن نميلي بتقول له ان دي خصوصيتها وبتطلب منه ما يتدخلش فيها تاني. وبعد ما بتوصل للبيت بتتفاجئ بان في حد بيحاول يفتح باب الشقه،
على الرغم من انه مقفول برقم سري، وساعتها بتسحب السكينة وبتكون واخدة احتياطاتها، لكن بتكتشف في الاخر انها زميلتها جيما اللي هتبات عندها بسبب مشاكلها مع امها. وفي نفس الوقت ابو نميلي بيلاقي رسائل من بنته بتعتذر له فيها وبتطلب منه ينزل ابليكيشن معين بسرعة وهي هتبقى تفهمه السبب بكرة. وفعلا بمجرد ما بيوافق على تثبيت التطبيق بيكون قدر جوني هكر موبايله هو كمان، وبيروح جيمان وو لبيت اخر ضحية عشان يحقق مع امها، وبيعرف منها ان موبايل بنتها ضاع من فترة وفي شخص مجهول اتصل بيها وقال لها انه لقاه بس الشاشة اتكسرت منه وساب لها الموبايل في ورشة الصيانة. ولما بيطلب منها عنوان الورشة دي بيتضح انها ما تعرفهاش. وبعد شوية بينقلب مسرح الجريمة اللي في الغابة وبيتملي بالعساكر وعربيات الاسعاف، وده بعد ما اكتشفوا ان في 7 جثث كانوا مدفونين هناك من فترة طويلة. وفي اليوم اللي بعده بتصحى نميلي في وقت متأخر وبتتفاجئ ان في معلومات سرية تبع شركتها اتسربت على حساب الانستجرام بتاعها، ده غير انها بعتت رسائل وتعليقات بتهين فيها كل اعضاء الشركة وبتفضحهم. ولما بتروح الشركة بتعتذر لزمايلها وبتقول لهم ان الموبايل بتاعها اتهكر وانها اكيد ما تعملش حاجه زي كده، لكن مديرتها ما بتصدقهاش وبتقول لها ان الشركه افلست بسببها وبتطردها من المكان. وبيكون جون مراقب كل اللي بيحصل من بيته وسعيد ان خطته نجحت. بتنهار نميلي لانها ما بتكونش فاهمه ايه اللي حصل، وبتروح هي وجيما اسم الشرطه وبتبلغ بسرقه بيانات موبايلها، لكن الضابط بيقول لها انه مفيش اي دليل ان في حد اخترقه، فبالتالي مش هنقدر نعمل لك حاجه. وبعدها بتبعت لجون رساله وبتقول له انها طالبه مساعدته لان موبايلها اتهكر، وبيتفقوا على ميعاد يتقابلوا فيه. وبيكون ابوها شايف جون طول الوقت وبيحذره انه هيقتله لو قرب من بنته، لكن جون بيتجاهل كلامه وبيروح يقابل نميلي في المطعم. وبعد ما بيفحص موبايلها بيطلب منها انهم يتكلموا على انفراد، وبيبلغها ان في حد ثبت عندها تطبيق للتجسس ليله امبارح، والشخص ده كان موجود معاها في بيتها لان التطبيق مش بيشتغل غير والجهازين موجودين في نفس الموقع. وساعتها بتشك في صاحبتها جيما وبتتهمها بان هي اللي سربت المعلومات وفضحتها، فبتتصدم جيما بسبب قلة الثقة ما بينهم وبتقرر انها تقطع علاقتها بيها وبتسيبها وبتمشي. وبتستمر الشرطة تحفر في الغابة، وده لان في احتمال يلاقوا جثث اكتر من السبعة اللي لقوهم. وهناك بيقابل جيمان وزميله جانج وبيوريله الفيديو اللي صوره في شقة ابنه جون وبيقول له ان هو القاتل، وبعدها بياخدوا عنوان ورشة الصيانة بتاعته وبيروحوا على هناك، وبيتفاجئوا ان المكان متغرق بالمية برضه. فبيفضلوا يدوروا في السجلات القديمة لحد ما بيعرفوا ان جون صلح 8 موبايلات بس في اخر سنتين، وبما انهم لقوا 7 جثث فده معناه ان في ضحية ناقصة. وفي نفس الوقت بتوصل نميلي ورشة الصيانة وبتبلغ المحقق جيمان وو ان في حد ساب موبايلها في الورشة دي عشان يتصلح، واكتشفت امبارح ان الموبايل بتاعها متهكر، فبتتهم صاحب الورشة ان هو اللي عمل كده. وبتعرف نميلي ان الشخص ده اسمه جون يونغ، وهو نفس الشخص اللي تعرف عليها من فترة وخلاها تشك في صاحبتها الوحيدة ودمر لها حياتها. فساعتها بتتفق مع المحققين انها تستدرجه لحد بيتها وبعدها يقبضوا عليه. وفعلا بعد ما بتصلح تليفونها بتتصل بجون وبتقول له انها مستنياه في البيت عندها بالليل، وبيكونوا المحققين مراقبينها من بعيد. وبنشوف جون وهو رايح لها من غير نظارته وكمان مغير تسريحة شعره زي ما نميلي بتحب. وبمجرد ما بيوصل عند البيت بيكون ابوه شايفه وبيعمل عليه كماشة هو وجانج، لكنهم لما بيدققوا في وشه بيفتكروه شخص تاني، وده لان شكله مختلف تماما. فبينتهز جون الفرصة وبيقول لهم انه ما يعرفش حد بالاسم ده، وبيكون عاوز يصورهم لانهم طلعوا السلاح في وشه، لكنهم بيعتذروا له وبيسيبوه يمشي، وبيفلت جون منهم ببراعة جديدة. ولما بيروحوا لنميلي بتقول لهم ان جون اتصل بيها وقال لها انهم هيتقابلوا في نهاية الاسبوع، فبيطلب منها جانج انها تستخدم موبايلها التاني عشان تقدر تتواصل معاهم، لكنهم ما بيكونوش عارفين ان لما جون دخل بيتها هكر الموبايل ده كمان، وبينقلوها بعد كده لبيت ابوها عشان تكون في امان. وبتتفق معاهم انها هتبعت لهم رسائل طول الوقت، ولو وقفت يعرفوا ان في حاجه حصلت لها. وبيديلها جيمان وورقه وبيطلب منها تحتفظ بيها. واول ما بتدخل نميلي البيت بتلاقي ابوها نايم، فبتروح اوضتها، وساعتها بيبعت لها جون رسائل وبيقول لها انه عرف انها بتستخدم موبايل مختلف. ولما بتتصل بيه بتتفاجئ ان صوت موبايله بيرن عندها في البيت، فبتقلق جدا لانه ممكن يكون عمل حاجه في ابوها، وبتجري على اوضته بسرعه وبتكتشف انه مش موجود. ولما بتحاول تتصل بالمحقق جانج بتلاقي الارقام بتتمسح من على تليفونها فجاه، وده لان جون يونج هو اللي بيتحكم فيه. وبيظهر لها جون بعد كده وبيوري لها فيديو لابوها وهو مربوط، وبيجبرها انها تبعت رساله للمحقق جانج وتقول له انها هتنام عشان ما يحسش باي تغيير. وفي الوقت ده بيعرف المحقق جيمان وو من اسم الشرطه انهم لقوا جثه شخص مدفون من سنه بيحمل نفس الحمض النووي بتاعه، وده معناه ان ابنه ممكن يكون مات اصلا، فبيطلبوه انه يروح لهم في اسرع وقت. اما جون فاثناء ما هو بيتكلم مع نميلي بيسيبها وبيدخل الحمام، وبتنتهز نميلي الفرصه وبتاخد سكينه وبتستنى لحد ما يطلع عشان تهجم عليه.
ولما بيتأخر جوه بتدخل عليه وبتتفاجئ بأنه رابط أبوها جوه البانيو المليان مية، وساعتها بيأمرها جون أنها تنزل السكينة واللي هيقتله، فبتضطر أنها تنفذ أوامره. وبعد ما يربط إيديها ورجليها وبيكتم بقها بيقرر أنه ينزلها في البانيو مع أبوها عشان هي اللي تطفو على السطح وأبوها يغطس ويموت. وبيلاقي جون سعادته في منظر ناميلي وهي بتبكي على أبوها لأنه على وشك الموت بسببها. ولما بيخرج من الحمام بيلاقي الورقة اللي المحق بجيمان وو كان كاتبها لها قبل ما تمشي، ومكتوب فيها إنها لازم تتصل بيه كل فترة مش تبعت له رسائل وبس، وده لأنه كان عارف إن جون مهكر الموبايل التاني كمان. وبمجرد ما بيلتفت وراه بيلاقي جنجة على باب البيت، فبيستنى لحد ما بيدخل وبيكون على وشك إنه يخلص عليه، لكن جيمان وو بيفاجئه من الناحية التانية وبيضربه على دماغه وبيربطه في الكنبة. بيجري جنجة على الحمام بسرعة وبينقذ ناميلي قبل ما تموت، وبيحاول يعمل تنفس صناعي لأبوها عشان يلحقه. وبنشوف المحقق جيمان وو هو بيعذب القاتل وبيقول له إنه عارف إنه مش ابنه جون من الأول، وبيسأله على مكان ابنه. ولما بيفتح الشنطة بتاعته بيلاقيه كاتب في مذكراته إنه هيتنكر في شخصية جون يونغ، ويدفن أنبوبة السماد جنب الشجرة عشان يقنع الشرطة إن جون هو القاتل ويقدر هو يتحرك براحته. ولما بيدور في موبايلاته بيلاقي صورة جثة ابنه، وساعتها بيبكي جيمان وو لأنه فضل يبعد عن ابنه لحد ما مات. ولما ناميلي بتسمعه بتاخد المسدس بتاع جانج وبتكون على وشك إنها تقتله بيه، لكن جيمان وو بيمنعها، وبتسمع صوت أبوها بعد ما استعاد وعيه وبتبكي من الفرحة إنه لسه عايش. وبتوصل الإسعاف بعد كده عشان ينقلوهم للمستشفى. وبعد فترة بنعرف من الأخبار إنه لحد دلوقتي الشرطة ما تعرفش هوية القاتل الحقيقية، وهيستنوه لحد ما يفوق عشان يحققوا معاه. أما ناميلي فبتجتمع مع أبوها وزميلتها جيما مرة تانية، وده بعد سوء التفاهم الكبير اللي حصل ما بينهم واللي كان هيتسبب في قتلهم. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في الصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.